بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن علاء ايه اللي حصل بقى النهارده من بدايه المباراه خلى الاهلي يركب المباراه من الاول؟ هل الرغبه والاصرار بس؟ ولا تالق من الجهاز الفني وتنفيذ في الملعب من اللعيبه؟ ولا كمان فيتا كلاب فوجئ ببدايه الاهلي الجامده دي؟ نرجع بقى للكلام اللي انت قلته في اول استوديو خالص. الموضوع مدرب مدير فني ولا لعيبه كويس قوي. ماشي الصورة اللي النهاردة شفتها في الآخر 3 صفر دي أنا بسألك عشان تتكلم في الموضوع ده مدير فني مدير فني أيوه أرى كويس قوي أخطاء فيتا كلاب كويس قوي كويس وعرف يحط التشكيل المناسب والأفراد اللي هتنفذ اللي هو عايزه فحاجة واحدة بس النهاردة عملها سيبك من الأربعة اللي ورا والاثنين في النص مم. كل التغيير اللي حصل النهاردة الثلاثة اللي تحت رأس الحربة كويس آه. النهاردة مش لاعب رأس حربة واحد مظبوط النهارده بالظبط انت كل هجماتك ايمن محمد مجدي ناحية اليمين محمد شريف راس حربة تاني صحيح محمد مجدي والشوط تاني حصلت محمد مجدي جه ناحية جه مكان أجاييه أجاييه راح مكان محمد مجدي مظبوط هو النهارده مستر موسيماني ساب حرية انطلاق وت... و... 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 واختراقات من, من الأجناب الأمام. من الأمام كويس آه. وساب الحرية للتلاتة يتحركوا بمنتهى الحرية زي ما هم عايزين لا مركزية الوح... اه لا مركزية انا ما بحبش اقول الكلمه دي بس مش مشكله ايوه بس تمشي اه لا بيتحركوا في كل حته احسن كويس الوحيد النهارده اللي كان دايما سابق في مكانه هو مروان اه لان اللعب كله النهارده على مروان مروان في الكوره العاليه اللي بي ممكن يلمسها محمد شريف اه محمد مجدي النهارده ميش. محمد شريف لما جاب الجول كان فين؟ ايوه كان فين؟ مح... شمال كان ناحيه شمال في القلب كويس؟ مزبوت. ده مش ده مش مكانه مزبوت. على الورق محمد شريف ناحيه اليمين عند هاني لا الجول الاول هنا وبعدين ده ايه ايمن؟ ده من بدايه المباراه ده ما كانش ما كانش وقت عدى كويس يا بص هنا الدقيقه آه. 6 بص بص بص, هنا بص شكلك الهجوم عامل ازاي صح بص الكثافه اللي انت فيها عامله بص بص مم. كميه الاحمر الموجوده في نص ملعب فيتا قد ايه يا ايمن هي واضحه من البدايه رغبه فوز موجوده كويس ده ده الهدف الاول بص محمد آه. شريف فين راس حربه بس ناحيه و... الشمال ولمسه مروان ولمسه مروان كويس قوي محمد مجدي فين بقى اهو هناك مكان جابوا جول خالص هناك على اليمين كويس جنرال اجاييه مكمل من تحت اهو يبقى هو ده الرسم التكتيكي اللي عامل مستر في الهجمه اللي ناحية الثانيه ده ديانج كويس ده محمد شريف مم. محمد مجدي لما جاب الجول الثاني كان بيتكلم عليه كابتن شريف كان هناك نفس مكانه وبص يا كابتن كمان ف... في تكمله يعني مكملين كمان يعني ما بص يا بص ايمن هو بص ده الهدف الثاني ايوه يعني استعمل مهارته أي. المكان ده محمد مجدي احنا عامه ما, ما, ما بنحبوش صح المكان ده لكن صح. هو بيجي في المكان ده في حته فاضيه ومتحركه هنا هنا كان ممكن شاط بص ايمن الهدف ده يقول لك النهارده ان المباراه دي رايحه للنادي الاهلي آه. تعويضا للي حصل هنا كرة الكره دي كانت ممكن تيجي في القائم وتخرج تيجي في القائم وتبقى في الحارس فاهمني لا دي جت في القائم وردت في الجول أي. هو اليوم النهارده يعني يعني سبحان ربنا بيعوضك على اللي حصل في مباراه القاهره أي. ده الهدف الثاني كان ممكن كان بعد ما محمد مجد ما يعدي ده في اتنين بره كمان انت زياده عليك. يعني لو الكره مشيت مشيها عادي بص اتنين بالاح بص بص المنظر ده سهل جدا ممكن العرض لما مروان هيجيبها جول لكن هو دي الكثافه الهجوميه اللي احنا بنطلب من اللعيبه دايما كل مباراه ان هم يكونوا متواجدين كده يعني, يعني واحد بيقول كده كثافه وك... هجوميه ها. وموقف دفاعي ساذج جدا من اللعيبه في تكلاب طول المباراه اللي كان بيتكلم عليها اسامه دلوقتي كان عادل بيتكلم عليها ان انت بتلعب فريق فقير دفاعيا أيضاً. فانت كل اللي حصل اخطاء حصلت في القاهره مستر موسيماني استفاد منها أوه. بس مش في كل الملعب كويس في الحته المؤثره اللي صح. هو التلت الاخير ما هو بص ايمن اللي بيحصل في كل الملعب ده حاجه كويس انما التلت الاخير اللي هو هيديك المكسب حاجه مم. تانية خالص مم. ودائما المدير الفني الذكي اللي بيعرف يستفاد من الحته دي كويس مم. انت دفاعيا ما عندكش مشكله هم مش اخويا جدا مش هيقلقوك هم كل قلقهم في ايه عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا مم. انت ازاي تكشف الـ 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 المشاكل دي؟ أيوة. انت النهارده تفوقت بنسبه 90% تظهر كل اخطاء الخط الدفاع الفيتا كلاب كويس يعني ف... اختيار العناصر من البدايه ممتازه ممتازه التغيير ما احنا بنتكلم كده بتاع محمد شريف كلنا أيوة. قلنا طاهر كلنا أيوة. اجمعنا على طاهر لايه؟ لان الطريقه بيلعب بيها مستر موسيماني دي تناسب طاهر أيوة. طاهر لما بيخش رأس حربة بيعرف يجيب جول مزبوط. وحصل في الهدف اللي جابه يعني طاهر بيعرف من بره يبقى راس حربه ثاني <applause> انت مش عايز بص ايمن انت النهارده موسيماني استغنى عن حاجه مهمه قوي على الاطراف مش عايز أيوة. ولا عايز جنب يمين ولا أوه. عايز جنب شمال أيوة بالظبط انا عايز الاهم الاهم ايه ان هم عندهم مشاكل في القلب طب مم. انا من اقرب فرصه اجيب اهداف أيوة. وحصل النهارده أيوة. ولا كور عرضيه ولا حاجه هي كلها أخطاء دفاعية استغلتها من العمق، أيه. كل الأهداف النهاردة من عمق من عمق الملعب، صحيح. النهاردة كم مرة جاي راح ناحيه الشمال ورفع؟ ولا مم. مرة. فيش. محمد مجدي راح كم مرة؟ مم. أيمن محمد هاني، أيمن أشرف، ايه واحد هو استغنى عن حاجة بس بدلها بحاجة أحسن. آه. واللي هيجيب مباراة النهاردة. آه. لأن الفرقة دي مش عايزة كورة عرضية، آه. الفرقة دي كل مشاكلها في التمركز الدفاعي اللي في القلب. وتوقيت الأهداف يا كابتن كان مهم جدا ممتاز. زي ما حصل في ماتش الوداد. ممتاز. ممتاز توقيت ممتاز. مفيش احسن من كده تبدا انت 1-0 مفيش صحيح. هجمه تاني 1-0 بس هي اول هجمه انت وصلت للجول يا ايمن مزبوط. مفيش انت مع... يعني بص ايمن احنا دايما بنقول في الفرق الكبيره مهمه حاجه واحده م. البدايه بدايتك بتديك صح. الشكل ده تبقى عامل ازاي عشان كده دايما بنقول احنا, احنا ايه انا بحب النادي الاهلي بدايته تبقى قويه الشخصيه تنزل من بدري النهارده انت من انت بدايتش... انت بدايتك انت يعني بدايتك باينه وانت في الاوتوبيس رايح الماتش انت بتسالني بتقول بيفكروا في ايه بقول لك انا بيفكروا ان هو ازاي يبدأ وإزاي يجيبوا جول وي 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 هو دي بدايتك النهارده